السيدات والسادة، لقد أراد شهداء شعبنا الكردي وعموم شهداء الحركة الوطنية العراقية أن يورثوا أبناءهم بلداً تزدهر فيه العدالة والمساواة، ويعيش فيه المواطن كريماً وعزيزاً ومرفوع الرأس، ولقد قدموا أرواحهم رخيصة فانية على هذا المسار، وهي مسؤولية كبيرة نتحملها نحن اليوم، وكل عراقي يعيش في أمن وتآخ واستقرار. نتحمل المسؤولية ونقبل بها تأسياً بعطاء أولئك الشهداء، وتضيف علينا حملاً فيه تشريف لنا أن نمضي بمسيرة التنمية والرفاه والبناء إلى الأمام، وأن نصنع الفارق ونصلح أجهزة الدولة وصولاً إلى حكومة الخدمة التي تسهر من أجل خدمة المواطن، وتنال رضا الباري عز وجل ورضا أبناء الشعب من شماله إلى جنوبه. رضا الشعب ونيل ثقته لا يأتيان عن عبث أو فراغ، بل هو تحدي كبير، وليس هناك من انتظار لساعات العمل والإعمار، فالواجب ينطلق معنا نحو كل العراقيين، إن كانوا في ربوع إقليم كردستان أو كل مدن وقصبات الوسط والجنوب والغرب. لقد وضعنا أولويات العمل الحكومي منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة، وانتهجنا مبدأ إقران القول بالفعل والمضي في معالجة الملفات ذات التماس المباشر مع المواطن، ونحن نعمل بكل جد وبدون كلل أو ملل على أن لا نضيع الفرصة التي بنيت على تضحيات شعبنا ومعاناته ونضال رجاله من قضى نحبه منهم أو من ينتظر.